International Knee and Joint Center. Your number one knee and joint experts. السلام عليكم، اسمي مازن محمد عيدان. صار عندي عملية قطع بالرباط الصليبي من كم سنة، اضطريت بدي أسوي عملية مكان ثاني والنتائج ما كانت صراحة مرضية بالنسبة لي، فاضطريت أني أجي على مركز الركبة والمفاصل ومع دكتور تشارلز براون وسوالي عملية تصحيح، والعملية الحمد لله كانت ناجحة. أنا بعدني بالمراحل التأهيل، أتابع نفس المركز في قسم التأهيل وطبعا مع واحد من أفضل أخصائيين التأهيل حمزة، والحمد لله أحس بتحسن كثير، وباقي لي بعد كم شهر وإن شاء الله أقدر أرجع للملاعب. بخصوص موضوع كورونا، طبعا أنا بعدني أتابع مع علاج طبيعي ومع الدكاترة، الحمد لله كل الإجراءات المتبعة، إجراءات الوقاية من ناحية لبس الكمامات، لبس الكفوف والتباعد الاجتماعي، قياس الحرارة، كل هذه الأمور متبعة بشكل جيد بالمركز، فحس نفسي أنه يعني بطمأنينة أنه أجي لهذا المكان، ما في أي مشكلة، ما في أي خوف من الإصابة من نقل العدوى يعني في مرض الكورونا. فأنا برشح المركز العالمي للركبة والمفاصل من خلال تجربتي اللي شفتها، أنه إذا أي شخص عنده بالذات بعمليات الرباط الصليبي من ناحية العملية اللي جربتها أني، فهنا الناس ما شاء الله عليهم اختصاص بهذا المجال. شكرا.